وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء في المباراة المقرر لها الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية. ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته صباح غد الأربعاء قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل أمير هشام مراسل قناة الأهلي. أمير أهلا بك. أهلا بك يا آية وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. في البداية طمنا على تدريبات الفريق اليوم. طبعا النهاردة الفريق بيواصل تدريباته لليوم الثاني على التوالي استعدادا لمباراة الرجاء بعد غد إن شاء الله في الأسبوع العشرين من بطولة الدوري، واللي هي أكيد مباراة طبعا أهمية لها أهمية كبيرة طبعا زي المباريات السابقة والمباريات القادمة في ظل مشوار النادي الأهلي للحفاظ على بطولة الدوري. لكن خليني اقول لك ان النهارده كان في محاضره للاعبين من كابتن حسام البدري قبل المران، استمرت حوالي نصف ساعه، بعدها المران على طول ابتدى في تمام الساعه 3 عصرا. يمكن النهارده اليوم الثاني على التوالي ايضا مران استشفائي للاعبين اللي لعبوا المباراه الاخيره بشكل اساسي، وده طبعا بسبب الاجهاد اللي بيعاني منه لاعبي النادي الاهلي بسبب توالي المباريات وضغط المباريات كل 3 أو 4 أيام مباراه، فبالتالي طبيعي ان يكون في اجهاد بدني بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. عشان كده كان في تدريبات استشفائيه للاعبين اللي لعبوا او شاركوا بشكل اساسي في المباراه الاخيره. في المقابل طبعا كان في تدريبات بدنيه قويه بالنسبه للاعبين الاخرين اللي ما شاركوش في المباراه الاخيره، وايضا كان لهم بعض تدريبات الكره. ومع نهايه المران كان في جمل تكتيكيه كده كابتن حسام بدري بيحاول يحفظها للاعبي النادي الاهلي، وبعديها على طول كان في تقديمه شارك فيها اللاعبين المتاحين بالنسبه للكابتن حسام البدري في المران، وتالق بشكل ملفت كل من هشام محمد وصالح جمعه وادوا تقديمه بشكل اكثر من رائع. ويمكن خلال التقديمه دي يمكن مروان محسن كان تعرض لاصابه للاسف طبعا في الجذع في الكاحل، وده يمكن يعطل مروان محسن شويه، لكن بكره ان شاء الله هيبقى في فحص طبي للاعب وهيتم تحديد المده اللي هيغيب من خلالها عن التدريبات الجماعيه بالنسبه للنادي الاهلي. واكيد نتمنى لمروان ان هو يعود سريعا لانه اكيد اضافه قويه جدا في صفوف النادي الاهلي. ايضا بعد نهايه التقسيمه كان في تدريبات على ضربات الجزاء وشارك فيها جميع اللاعبين وادوها بشكل جيد جدا، وايضا تالق فيها صالح جمعه لانه سدد اكثر من تسديده بشكل جيد جدا. بشكل عام يا آية الأمور جيدة جدا بالنسبة للاعبين، كله مستعد إن شاء الله للمباراة المقبلة أمام فريق الرجاء، واللي هي تثبت مباراة أيضا مهمة جدا وهي مباراة الإسماعيلي. لو الأهلي إن شاء الله قدر إن هو يفوز بالمباراتين دول هيوسع الفارق بشكل جيد جدا مع فريق الإسماعيلي أيضا بعد تعادله في مباراة الأمس. لكن أيضا عايز أتكلم عن بقية المصابين في النادي الأهلي، وزي ما أنت قلتي أحمد فتحي هيغيب عن المباراة المقبلة أمام الرجاء، لكن عايز أطمن كل جمهور النادي الأهلي إن أحمد فتحي إن شاء الله هيلحق مباراة الإسماعيلي، خصوصا إن هو عنده إجهاد بس يعني حتى مش شد في العضلة الأمامية، إن شاء الله هيتعافى سريعا ويرجع في مباراة الإسماعيلي. وهيصحبه كمان في العودة محمد نجيب اللي غايب بقاله فترة بسبب الشد في العضلة الضمة وأيضا بعض الآلام في الحوض. محمد نجيب النهاردة كان عنده بعض التدريبات التأهيلية واللي أداها بشكل جيد جدا، واضح جدا تحسن حالته الطبيه، وان شاء الله في غضون يومين ثلاثه بالكثير جدا هيشارك التدريبات الجماعيه مع الفريق عشان يكون جاهز ومتاح للكابتن حسام البدري في الفتره المهمه المقبله، وبدايه ان شاء الله من مباراه الاسماعيلي. بكره ان شاء الله خليني اقول لك برده ان مش هيكون في تدريب صباحي بالنسبه للنادي الاهلي، هيبقى التجمع بالنسبه للاعبين والجهاز الفني في النادي الساعه 11 الصبح، وهيتحرك الاتوبيس الخاص بفريق النادي الاهلي في اتجاهه لمدينه الاسكندريه، وهيكون في مران ان شاء الله غدا في الاسكندريه استعدادا لمباراه بعد غد امام فريق الرجاء، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا.